كؤوس حبك يا خير الورى ملأت قلبي وروحي، فما لي عنك سلوان، ففي هواك نعيم لا يضارعه حور وزهر وجنات وريحان. فيوم ميلادك الأسمى لنا علم بالحب، فالكون بالأفراح يزدان. تجلى مولد الهادي، تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. إنها ذكرى ولادة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى هذه البشرية كعطية وهدية من رب السماء. يقول عليه الصلاة والسلام واصفا حال الأمة قبل بعثته في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. هكذا كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قريش، بل كان العرب كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه، يقول: كنتم أقل الناس وأذل الناس وأحقر الناس حتى جاء دين الإسلام فأعزكم الله به، فمهما ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يعيش في غابة كبيرة، قوانين هذه الغابة تحكمها الأعراف والتقاليد، ورؤوس القوم يتصرفون بدماء الناس وبأموالهم كما يحلو لهم. حتى جاء نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فأخرج هذه الأمة من عبادة الحجارة، من عبادة الأصنام، أخرجهم من ذل العبودية إلى عز الإسلام. كان قبل مبعثه إرهاصات كثيرة تدل على أن موعد هذا النبي قد آن وقد حان. فمن الإرهاصات ظهور نجم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النجم الذي يعرفه اليهود والنصارى. فلما ظهر نجم أحمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأحبار في أهل الشام كلما جاء إليهم رجل من الجزيرة العربية يقولون له: قد خرج فيكم نبي أو قد حان. فإذا خرج هذا النبي فاتبعه وآمن به. ومن اليهود من هاجر ورحل من الشام إلى مكة لكي ينتظر هذا النبي بعدما ظهر هذا النجم، لأنهم كانوا يتمنون ويتوقعون
أن النبي سيكون من بني إسرائيل، لكن عندما خرج وظهر أنه من العرب كفروا به. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حينما حملت بي كأنه خرج من بطنها نور أضاء لها قصور الشام. فلما ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، ذاك العام الذي اشتهر، لما أتى أبرهة وجاء بجيشه الجرار وبالفيل العظيم لكي يهدم الكعبة، فحرسها الله سبحانه وتعالى من عنده. في ذلك العام ولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قيل في الثاني من ربيع الأول، وقيل في الثامن من، لكن أكثر العلماء كما يقول ابن كثير أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم ولادته. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين، قال عليه الصلاة والسلام: يوم ولدت فيه ويوم فيه علي أنزل. هذه الذكرى العظيمة التي تعود علينا في كل عام، ما علينا إلا أن نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبنا قبل أن نحبه، بل أحبنا قبل أن نولد، عندما قال: واشوقاه لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، أنتم من قصدكم صلى الله عليه وسلم، أنتم من اشتاق إليكم صلى الله عليه وسلم. ويقول لكم واشوقا. أيها الإخوة الأفاضل، احتفالنا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخرج عن المسار الصحيح، ولا ينبغي أن يكون فيه مخالفات شرعية. في كل عام في مثل هذا الوقت تخرج علينا مقاطع مصورة كثيرة، يصورون من خلالها اختلاط الرجال بالنساء وهم يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعض النساء في بعض الدول الإسلامية يرقصن في مجتمع الرجال فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الفرح، بل هذا من المعصية، وأيضا من ضوابط الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكلم الناس والمنشدون بكلمات لا تفهم، أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ليست من أوصاف البشر، أن يمدحوه بكلمات مفهومة، بكلمات تدل على الحب، تدل على الشوق، على الاتباع، لا أن يعلو من مقام نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الألوهية. وأيضا أيها السادة الأفاضل، الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بثلاثة أمور.
بتفضيله على أنفسنا، بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، باتباعه. هذه الأمور الثلاثة التي سنتكلم عنها في الخطب القادمة إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن تكون هذه المناسبة مناسبة فرج وفرح على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.